استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، حيث تم ضبط عربتي دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط 7 بنادق قناصة FN وعدد 2 رشاش كلاشينكوف و13 بندقية آلية و5 بنادق بريتا و RPG ورشاش عيار 12.7 و2 رشاش عيار 14.5 و8 خزن آلية و7 خزن قناصة FN و2 دانة RPG، فضلا عن ضبط 1162 طلقة مختلفة الأعيرة وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية. كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط 1,000,000 قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين. هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.